أخبار اليوم. ما أنا هقول حاجة، أنا الحقيقة كلامي مش متعلق بالقضية، لكنه متعلق بما تحدثنا في سابقا في آخر 60 أو 3، وهو أن المحكمة تعلم جيدا أن المتهم يأتي بسيارة إسعاف من مستشفى، وهذا معناه أنه في الغالب مريض، وأنا أصلا لم أوصل للمستشفى إلا بعد عرض التقارير على السيد رئيس الهيئة الموقرة، وبعد ما أصدر قرار في آخر الجلسات بمنع نقلي لأي مكان قبل استئذانه شخصيا. وهذا القرار اللي في رأيي مخالف لصريح القانون، لأنني لست محبوسا على ذمة هذه القضية، وبالتالي ليس من صلاحيات الهيئة الموقرة أن تتخذ قرارا بشأني خارج هذا القفص. بعد رفع الجلسة أنا لم أعد في دائرة صلاحيات واختصاصات الهيئة الموقرة. هذا القرار تسبب في تعطيلي عن بدء العلاج على الأقل 4 أو 5 أيام، تسبب فيهم في تدهور الحالة الصحية التي لم ننتهي من معالجتها بعد. أنا أحمل الهيئة الموقرة نتيجة قرارها السابق أن ذلك تسبب في تدهور شديد في حالاته الصحية، وربما يمكن للسيد رئيس الهيئة التمكن من الاطلاع على التقارير الطبية التي تثبت صحة ما أقول. القفص الحيواني الذي يصر الجميع على إتقاننا فيه، وكأننا في بيت الزواحف مش متهمين جايين محاكم أمام محكمة، فالمفروض نسمع طول الوقت ويتاح لنا الكلام والاتصال المباشر مع الهيئة ومع الدفاع طول الوقت. معزولين فمش سامعين، فإن لم نتمكن من الإشارة زي الأفلام والمسلسلات كده لهيئة الدفاع يحاولنا عايزين نتكلم أو يحاولنا تعبانين أو غيره، يبقى هنفضل قاعدين في القفص مش سامعين ومش عارفين ننقل شكواه. هذا أولا. ثانيا، اليوم وأنا منقول للمستشفى وهناك طارئ جديد طارئ على حالتي الصحية ذكرها الأستاذ خالد عادل منذ قليل، منذ ليلة أمس فقط، ولم نبدأ بعد في علاجه ولا التعامل معاه في المستشفى، ومع ذلك أنا هنا منذ أكثر من 5 ساعات. سيارة الإسعاف لا أعلم إن كانت نزلت باقية والطبيب الموجود فيها نزل باقية أم لا، لكن كل محاولات تسكين الألم أو وقف النزيف في ال5 ساعات بدأت بالفشل. ليه فشلنا؟ أولا في التواصل مع رئيس الهيئة الذي رفض مقابلتي لكي أطلب من هذا الطلب السماح لي بإدخال طبيب أو غيره، وقال أو نقل لي على لسان السيد رئيس الهيئة إن هيسمح لك بالكلام في الجلسة. أنا أطلب الآن إنه يسمح لي من يقرره الأساتذة في هيئة الدفاع بالقيام بزيارتي في المستشفى لترتيب دفاعنا في الأساس القادمة إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا، بتمنى على الهيئة الموقرة ختاما أن تحيي كراميتها لثورة يناير ولشبابها ولشهدائها ولمصابيها